هذه البلاصه هذه انا احنا البقر الصغار كان عارفوا البهيم ما كيشربوه كيتكب لي من المانو كيبقى يشوف الاغنام والبقار والماعز كيشربوا حشومه وليدات الناس ها مجلس ملعب بشير شوف اغنياء الفقراء شوف ملعب بشير فيستيرات وروبينيات هاي كلاس وش وليدات دراوش شو وليدات دراوش كيشربوا شوف وليدات دراوش شوف الا بغى يشرب خصو يكون جيمي القاويه شوف السلكه هو قطعته لك ما انت شوف السلكه باش يشرب خصو يزول هذا السلك باش يشرب خصو يحيد هذا باش يشرب هذه حنا كنعرفوها في العرف خاصه بالبهيم وبالحيوانات كيشربوا فيها يوردوا فيها بعض العبار حشومه تعطي الوليدات حشوم انا ما كنلومش الدراري كيشربوا لنا ولكن كنلوم المجلس البلدي كنلوم المسؤولين هنا ديال المحمديه اللي ما وفروش ظروف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى ذات يوم فقال اخاف ان يحاسبني الله على بغله عثرت في العراق ولم اسوي لها الطريق اما الله كان غيحاسبنا حنا واك واك عباد الله شحال غيحاسبنا الله على ما درت المحمديه واش غتحاسب سمعتي شي رئيس في الوداد قطع رزق شي لعاب عمر شي رئيس في الراجا سمعنا قطع شي رزق شي لعاب عمر سمعنا في الراك شي لعاب الرئيس قطع لي رزقه عمر سمعنا في الطاس بان شي لعاب قطع لي رزقه ولا خرجوا من الخدمه كدراكي الا مدينه المحمديه وانا واحد الحاجه نقول للناس المحمديه ما تقلقوش مني انا ما كنأذي حد وما كنعير حد وما كنسب حد وحتى اللي ظلمني انا مسامحه باش يعرفوا الناس ملعب بشير سمي على اسم اعطى الشيء الكثير ديال شباب محمد مات من اجل شباب محمد هذا السيد البشير رحمه الله اما دابا سموا لي اسم ملعب الكفيل جديده فيها الرجال جديده وانا باقي انا تقريبا بديت شباب محمد يلاج دو 14 طلعوا العام الاول بقعه ارضيه لواحد عاود واحد مده ثاني وعاود رجعوا العام الثاني هذوك اللاعبين اللي طلعوا الفرقه بقعه ارضيه اي عام كيجي جديد كيتهلا في اللعابه هذه بارتما هذا بقعه هذا عم سمعتي محمد يعطونا شحال انا طلعت شباب المحمديه سنوات وانا في شباب محمد ما عمر كان جاب لي حتى زي في حياتي قال لي غطي براسك ما كاين اللي جاب لي حتى الريحه ديال 30 درهم يقول لي رش على 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 اعياد كندور على اللعابه بشكل كلم كلي كلي ما لقيت الحولي والشريف كيدور كي عليه كيتباهى كيصدق الحواله وشوف الا بغيت تصدق صدق الحلال ان الله طيب ويحب طيب واش فهمتي شنو ان الله طيب يحب طيب سجدوا الاشبال فرطنا فيهم نتحملوا كنا المسؤوليه انا جدي لا جد الله ما عديش الله شاد عليا عايش يا الله بحالي بحال الدراوش عايش بحال الدراوش يعني ماشي لاباس عليا اللي غادي نعاون انا نجبد واحد 5 ولا 10 مليون في العام ونعاون بها المجد ونعاون بها الاشبال الله غالب والله شاد عليا كون عندي نعاون كون عندي فلوس ونقسم برب لان المجد ديال الرجل طيب له الفضل عليا بعض قادر والاشبال ديال واحد السيد عزيز عليه والسي احمد فارس شفاه والله تولى فضل عليا ولد بلادي ولد اسفي وعطى للشباب المحمديه واللعابه اللي كاع اللي كاينين في الاشبال كلهم اصدقاء عبد الله مرزاق مصطفى الناصري الاخوان منير بالمير سي محمد مودني كلهم هادو عطاو اللعب عطاو لعبوا الشباب عطاوها ولكن للاسف الشديد علاش ما نوضوش الاغنياء ديال المحمديه علاش الاعياد ديال المحمديه اجي ندير واحد الصندوق ديال الدعم نعاونوا به القدماء اللاعبين نعاونوا به المدارس غدير خير دير خير الله غتعطي للرئيس المجلس بلاد غيديرها بجيبه اللهم اعطيه مباشره لا غدير شي خير ما تعطيش عن طريق اخر اعطيه نشوفوا حنا مره نكرموا كل عام نكرموا لعاب ماشي بالعراق ماشي ضروره العراق رزق الله حسنه كانوا الدراوش كانوا رؤساء المجلس البلدي مع ماشي حقودين ماشي حديث العيالات باش يدخل اي واحد لانه كانت القلوب الصافيه كانت بغيت تخدم المحمدي ومن اجل المحمدي كل الناس كنا كنتخبوا عليهم كانوا حنان كيبغوا المحمديه وكيبغوا ولاد المحمدي يستافدوا من المحمدي هذا لا هذا انا والطوفان ومن بعدي انا اللي كنستافد انا واحد ما لعب قرب داروا في القصبه راه استعمرهم تاهما وراه بغا يفوتهم اصحابه عجبوني صراحه الاستاذ ماهر الاستاذه خديجه سي عبد الرزاق بيضه تحيه لكم تحيه اجلال واحترام وتقدير من خوكم العراقي ومجموعه من الناس اللي مشات لي الاسم ديالهم صراحه واقفين ضد الكفيل وكيقولوا لي لا ما باغينش ما عندهمش هدف رسالتي كنبغي نوجهها لواحد الرجل طيب اللي هو السيد العامل عماله المحمديه سي هشام مولاي حفيظ العلوي الرجل طيب انا كنسمع عليه الا كل خير صراحه كنسمع عليه كل خير رجل طيب رجل معقول رجل اللي خدام مدينه المحمديه ولكن ما كانش واحد المسانده واحد المساعده من بعض الفئات فكنطلب من السيد العامل المحترم يتدخل في ملاعب القرب ويتدخل كذلك ملعب بشير
لانه مع الباش يستعمر الوضع كارثي، المرافق العموميه ما كايناش، لانكس ديال ملعب بشير حديت ولا حرج، الزبال والاوساخ. بغينا نشوفوا مدينه العيون العزيزه على المغاربه، مجموعه من الملاعب كاينه تقريبا واحد 80 ولا 100 تيران تعطاو للاعيبه القدام ديال الشباب، ديال شباب مسيره والفرق تماك، واللي عنده ديبلوم في المستوى رجاء، اللي ما عندوش راه كيدير المساعد وعطاهم التيرانات. فكنتمنى السيد عامل يبقى لا الى حتى لمشي واحد من محمد نبقاو نذكروه بالخير بانه هو كان السبب في مجموعه من الملاعب، واعتق بهذه العباره مجموعه من اللاعبين القدامى. ان اليوم اي عامل كيجي للمحمديه ولا اي مجلس بلدي بالمحمديه، ما عمرني شفت شي مجلس بلدي اعطى شاف بعين الرحمه اللاعبين القدامى. فكفانا من 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 نجهلوا اللاعبين القدامى، الابلوا البلاء الحسن وضيعوا وقتهم وخدمتهم وقرايتهم من اجل شباب المحمديه. فكنتمنى السي هشام الله يجازيك بخير، نشوفوا محل قدماء اللاعبين ونشوفوا محل المحمديه، لان الوضع كارثي.